الهيئات الدولية تصنف الجزائر ضمن الدول العشر الأكثر جمالاً من حيث الطبيعة في العالم. الجزائر هي المواقع السياحية الأثرية المصنفة ضمن الفرات العالمي. القصبة العريقة بعمرانها وأزقتها هي الآثار الرومانية لمناطق تيبازا، جميلة وتنقاد. الجزائر هي كنيسة القديس أوغوستين، رمز التعايش بين الديانات. تتوافر بلادنا على العديد من الحضائر الطبيعية مثل الحضيرة الوطنية للقالة التي صنفتها اليونسكو محمية بيئية ذات أهمية دولية. كل منطقة من مناطق الجزائر هي متحف لتراث غني يمتزج فيه التزاوج الثقافي والتاريخي. ومدى في وسعنا أن نقول عن الصحراء الجزائرية التي لا يكاد يوجد لها نظير في سحاري العالم؟ صحراؤنا من أثمن محميات التنوع البيئي، أبرز المناطق الصحراوية تصل نجر ومنطقة الأهجار بتمنراست التي تقع على ارتفاع 2000 متر. ومن المواقع الجذابة تبقى هضبة الأسكرام التي تحتضن برأي المختصين أجمل لحظة غروب في العالم.